هذا التنوع يلي بتلاقوه بمطرح واحد بس مش لألي ولا للبنانيين بس، ولكن من أهم المهرجانات يلي لازم تكون على الخريطة العالمية. مهرجان بيت الدين بكل جماله بكل عظمته بهالمطرح الرائع يلي نحن مزبوط منكون عم نحضر فيه يمكن الفنان على الستيج، ولكن منكون مأخودين بسحره، منكون مأخودين بتاريخه، منكون مأخودين بالأمبيانس اللي هو فيها، ويلي السنة عندهم احتفالية جدا خاصة بمهرجان بيت الدين. كل التفاصيل رح نعرفها مع هلا شاهين، عضو اللجنة التنفيذية لمهرجانات بيت الدين. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور. عدنا والعود مثل ما بيقولوا أحمد، ومع ضحكة كتير كبيرة وبمناسبة خاصة إذا بتسمحي لي. سنة عم نحتفل بعيدنا الأربعين. نحن انطلقنا بالأربعة وثمانين وكانت بالقاعة الداخلية بالسلاملك، كانت بداية خجولة، كان في أوضاع مش مرتاحة بالمنطقة كلها، وكبرنا وتأسسنا وأصبحنا من أكبر المهرجانات بالعالم. صحيح. العربي، وفتنا على بأعمالنا على السوق الأوروبي وعلى السوق العربي. مهرجانات بيت الدين وصلت على نجومية كتير كبيرة، توقفت مع الظروف اللي مر فيها لبنان طبعا، يعني كورونا وأزمة اقتصادية وهلا عم نرجع نقلع، وان شاء الله في بركه بهالتقليعه وفي بركه بالأربعين سنه. على كل حال شفنا الاشخاص اللي رح يشاركوا السنه بمهرجانات بيت الدين اللي رح تنطلق ب 20 تموز. اذا بتسمحي لي قبل ما نعرف على كل واحد بالتفصيل، نحن مثل ما عم بقول استضفنا كبار عمالقه العالم بجميع انواع الفنون. اردنا السنه مع مدام جمرات يعني اكيد ان نخصص هالمسرح لا شباب، الشباب اللبناني والشباب العربي. حلو. كل الأعمال يعني هالمسرح استضاف مين بعد ما استضاف كل الفنون العمالقة، هلا المحل للشباب اللبناني ليعطي يفرجينا إبداعاته. حلو. لنوصل لأكثر عدد ممكن من الناس أعمالهم، وما في أحلى من بيت الدين يعني ليكون هو منبر، ليكون هو المطرح الأول يلي بيخلي هالأعمال توصل وتنجح وتعرفوا مش بس اللبنانيين عن هالشباب اللي عندهم هالطاقات، ولكن كل العالم. مزبوط. بقى بيت الدين السنة منوعدكم في حفلات حلوة، في معارض فنية حلوة مثل كل سنة. إذا بتحبي نحكي عن كل أعمال، الافتتاح رح يكون مثل ما تفضلتي وقلتي ب 20 تموز مع فرح الديباني. فرح الديباني ميتسو سوبرانو مصرية فرنسية، تعرف يعني انشهرت بأكبر دور الأوبرا بالعالم، اللي رح تقدمه ببيت الدين عمل خصيص لبيت الدين. أوكي. وهو مزيج من أعمالها الأوبرالية وقسم كبير مخصص لسيدات العالم العربي بالغناء، يعني ست فيروز، أسمهان، ودليدا اللي معرف خلقت بمصر، هي من جزر مصرية. بقى رح يكون هالمزيج رح يرفقها بهالعمل المايسترو لبنان بعلبكي. أوكي. وفرقة موسيقية من 30 شخص. واو. أوكي. هيدا بيكون هذا الافتتاح. الافتتاح ب 20. أوكي. ب 22 و 23 ضيف عزيز على قلبنا هو جي مانوكيون. لسوء الحظ بدي أقول للي بحبينه نفذت البطاقات، ما بقى في ولا محل حتى للإعلام
بس ما فينا نعمل ليله زياده لجيه. هو اصلا كان ب 22 ليله اولى، زدنا ليله تانية. اوكي بقى ليلتين كثير حلوين، واللي بيميز اول ليله هو استضافه فرقه اسبانيه اوكي تنخلط بين الجذور الفلامينكو والجذور العربيه. فرقه فلامينكو تقدم مساهمه كبيره من السفاره الاسبانيه ومشكورين عليها. ب 25 شهر بننتقل للجاز، ونحن بنحب كثير الجاز، وعندنا فرقتين، فرقة دونا خليفة هي رح تكون القسم الأول وصوتها كتير حلو، وفرقة بعدين مع أرتور ساتيان على البيانو، بقى لمحبين جاز وهن كتار أكيد. ليلة رح تكون من العمر خاصة كتير من العمر. مننتقل ل 27 شهر مع فنانة كاتبة مغنية مؤلفة ميسا قرعة، اللي بفتكر استضفتوها بالجديد. ميسا رح تقدم مزيج من أعمالها، وبيناتهم أغنية حبت تطلقها هي من تلاقى بيروت ومن تلاقى بيت الدين، رح يرافقها مجموعة من الفنانين على رأسهم ضيف شرف عزيز على قلبنا الأستاذ شرب الروحانة، اللي رح بفتكر رح يعمل مدلي شيء لحاله، مدلي هو إياه. بقى رح تكون ليلة مهمة. أما ختامة مع عمل شيكاغو بالعربي. شيكاغو مسرحيه عمري يلي فيه يقول انه كسر الدنيا لما انعرض بكازينو لبنان، وكان انه حظ انه نحضره، فكمان والناس كمان نفذت البطاقات، وفي كثير ناس ما قدرت تحضر هيدا العمل، فانتم هلا عم تعطوا تشانس نستضيفه للناس تحضره. صراحه بحب حيي فكره الاستاذ روي الخوري على هالعمل، هو مغروم بكل شيء انتاجات اوبراليه، انتاجات بنت بودوي، وبيتابعها دائما، وكان حلمه انه يقدم شيكاغو بالعربي، والتحدي كان كتير كتير صعب، لأنه بتعرف هذا إلى 50 سنة بتمر شيكاغو تقدميها باللغة العربية، وبعدين الإنجاز الكبير الثاني أنه حول ممثلات وأديرات لرقصات ممتازين، يعني ما بدي أنسى حتى ميرفة القاضي، سينتيا كرم، فظيعين كانوا، خضر كانوا، يعني شفناهم بصورة نحن معودين، يعني ما بعرف كيف بدي أقول، كان عمل بجنن، برفقهم 20 راقص وأوركسترا و20 كورال، بقى عمل فيه 60 شخص على المسرح كمان لليلة واحدة بس؟ لا ما فينا، على 3 أيام. أوكي. وإن شاء الله هيدي خبرية حلوة. أي لا 3 أيام هيدي خبرية وأنا حلوة. يعني المسرح رح يترع يتوسع حتى يزبط للطلب اللي هن بحبوه، بس عمل بوعد 3 ليالي رح تكون من القبر. قد ايه عدد الاشخاص اللي بيقدروا يكونوا موجودين؟ بالسلاملك بالقاعه الداخليه مع التعمير، يعني بنزيد مش اكثر من 1100 شخص. اوكي. بقى نحن شوي محصورين بالاعداد يعني. بس خلينا نقول انه بسيطه هالسنه، بس نوعدهم بركي للسنوات المقبله بنرجع لبرا. نرجع. شوفي البهرجان انطلق بالقاعة الداخلية واستمر لسنة عدة سنين، ب97 بس كانت أول مرة طلعنا على القاعة. في تحدي كبير بالميدان لأنه في كلفية كتير كبيرة. صحيح. والسنة نحن عم ننطلق بنوعية بس منتبهين على الكلفية. شكرا كثير لك ست هلا، بالتوفيق لمهرجانات بيت الدين. اسمحي لي اطلب شغله فضلي. من الناس، اهلا وسهلا فيهم بيت الدين، نحن حطينا باصات للي بيحب يطلع على بيت الدين. أوكي. الانطلاق من مركز ستاركو الساعة 5، يطلعوا بكير، القعدة حلوة ببيت الدين، بيشوفوا معرض الصور، في معرض تجريد للفنانين اللبنانيين التجريديين، وبيحتوي الحفلة على الوقت، وكلنا بنكون مبسوطين. شكرا. وكل العالم رح تكون مبسوطة أكيد بكل شيء رح تعملوا لهم إياه وتقدموا لهم إياه ببيت الدين. شكرا كثير لك.